توفير المواد المالية الإضافية للبلديات التي تمر بصعوبات هيكلية. ويهدف هذا البرنامج بالتنسيق مع البنك الدولي إلى التقليص من التفاوت الجهوي من ناحية، وإلى تدعيم البنية التحتية بالمدن من ناحية أخرى، اعتماد مؤشرات التنمية المحلية. السيدات والسادة الحضور، لقد نجحت تونس في تركيز الأسس الرئيسية لمؤسساتها الديمقراطية. Les avantages de la décentralisation sont fixés par ces objectifs. En effet, ce processus a pour finalité une mise en place de nouvelles gouvernances publiques. En tant que responsable. أولا مسار المركزية يرتبط على الأقل ثلاثة محاور أساسية: مشروع القانون الانتخابي اللي هو مر في مجلس الشعب، تقسيم الترابي التقسيم البلدي اللي هو جاهز، ومشروع مجلة الجماعات المحلية اللي هو بصدد النقاش. هذوما ثلاثة مكونات أساسية. المسار هذا سيتمتد على أكثر من 10 سنوات، مسار طويل يتمثل في نقل صلاحيات من السلطة إلى المركز إلى الجهات. فيه تحديات كبيرة، ولكن يمكن أنه يغير الطريقة اللي يقوموا بها في التنمية في الجهات، لأنه باش يمكن من مشاركة المواطنين، باش يمكن من مبدأ التدبير الحر، وهذوما مبادئ دستورية، يمكن المواطنين من اختيار من انتخاب الناس اللي باش تكفل بالجهة متاعهم، يمكن المواطنين من اختيار المشاريع متاعهم، ثم المراقبة اللاحقة. لن يكون هناك مراقبة مسبقة من المركز على هذه المشاريع، وهذا باش يغير طريقة المشاريع. تحديات كبيرة، سيصبح في المستقبل رئيس المجلس الجهوي هو المكلف بالتنمية في الجهة عوضا على الوالي، وهذا يطرح تحديات كبيرة في علاقة السلطة اللامحورية بالسلطة اللامركزية. تحديات كبرى في مستوى الإطارات في الجهات، يلزمنا ترفيع في مستوى الموارد البشرية، في مستوى التمويل الذاتي في الجهات. الحكومة رصدت اعتمادات ضخمة خلال المخطط، أكثر من 750 مليون دينار للبلديات الجديدة المحدثة، وكذلك مخطط للنهوض بالبلديات الأخرى. فتحدي كبير ينطلق مع مسار الانتخابات البلدية. الانتخابات البلدية هي نقطة انطلاق مسار المركزي. ستغير الطريقة التي نقوم بها في التنمية في الجهات. سبب النقاش في مستوى الشعب. Annual budgets will.